الرجاء الذي نحتاجه. أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية المحبة والنعمة والسلام في اسم ربنا يسوع المسيح. ما أحوجنا إلى موضوع الرجاء، وكثير من الناس في عصر الكورونا، تصور صرنا نسميه عصر الكورونا، فقدوا الرجاء. كثير ناس في حالة صعبة جدا، حالات نفسية من حالات الكآبة، وأسر متفككة، وطبعا كل أنواع التحديات اللي عم نواجهها في هذه الأيام. وكثير من الناس فترت محبتها وكل شيء فتر في حياتها، أصبحت تستسلم للظروف والضغوطات اللي عم بتم على جميع الناس. في بعض الناس أقوياء اللي حولوا الموضوع للخير بنعمة الرب، ولكن كثير من الناس اللي عم بيصلوا وعم بيتساءلوا، هل فعلا الله موجود في حياتنا؟ هل الله بيهتم فينا؟ وهل الأمر رح يطول؟ وماذا عن المستقبل؟ فموضوع الرجاء موضوع في غاية الأهمية، وأنا عاوز أقول كما تقول كلمة الرب: يوجد رجاء. فأنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، لأنه رح تكون سبب تشجيع وسبب بركة لحياتك.